ويجي في شهر ودير شي اخطاء اللي غادي يخليوك انك تطيح داك المشكل اللي عندك. الوغ فهاد لافيزيون ان شاء الله غادي نطرقوا لهاد البلان كامل مزيان. صوري لك شي اول مره كتفرج فيها، يعني كتهبط لتحت وصفر كاع شي لعيبه ديال سبسكرايب وشارك لا فيديو وبارطاجي لا فيديو مع 20 داك اللي حتى هما غادي يقدر يفيدهم. اول سؤال اللي هو واش ندري قبل الفطور ولا من بعد الفطور؟ بزاف الناس كيقول لك الا قبل الفطور غادي نطيح في الكاتابوليزم وغادي نولي نحرق من المشكل ديالي وبزاف ديال الحوايج. هادشي هذا اللي كيقولوا بصح، حيت قبل الفطور ما كيكونش عندك الماء في الدم ديالك، يعني ما كيخليش انك الدوره الدمويه تدور مزيان، تقدر يجيك واحد الفشل في الانترينمون ديالك ما غاديش تقدر تلعب بواحد لا فورس مزيانه، غيبقى راسك كيحرق حيت الدم الدوره الدمويه ما كدورش مزيان، وتقدر تولي كتحرق من لي مسكل ديالك ماشي من الشحمه، يعني تطيح في الكاتابوليزم. ثاني حاجه هي يعني قال لك كيفاش شي بروغرام تاع لونطريمون فورم داير. في الفطور خاصك تبدا بشي سكوب تاع البروتين ايزولات. غادي يجيو بزاف الناس يقول لك السنه ديالنا كتقول بلي خاصك تبدا بالتمر. اولا ما تدخلش في هادشي نتاعك، دير لك شي حاجه ديال لونطريمون، يعني الا دخلت شي حاجه فيها السكر نسبة الانسولين غادي يطلع في الدم ديالك، ولا طلع نسبة الانسولين في الدم ديالك غادي يوقع بزاف د الحوايج اللي ما غاديش تبغيهم انت وقعهم. يعني من الاحسن انك تبدا بشي حاجه البروتين، ومن الاحسن تبدا بسكوب ديال البروتين ايزولات. موراها غادي دوز غادي تاخد الوجبة نتاع الإفطار اللي غيكون فيها نسبة ديال الكربوهيدرات ونسبة نتاع البروتينات. موراها بشي ساعة المغرب غادي تمشي لونطريمون ديالك، وغتحاول أنك تدخل إيترو نتاع الما في ذاك المدة نتاع لونطريمون، ديك الساعة لونطريمون ديالك غتدخل فيها إيترو واحد نتاع الما وأنت كتريني. موراها غادي تجي للدار غادي تاكل الماك ديالك عادية، غير بحيث أن كل وجبة ما تفوتش 50 غرام ديال البروتينات و 50 غرام ديال الكربوهيدرات، ما غاديش تفوتي حتى جسم ديالك في ديك اللحظه مي غتدخلوا هذه النسبه تاع البروتين العالي والنسبه ديال الكربوهيدرات العاليه، ما غاديش يقدم الصحه كامله. الوغ ما غاديش تفوتي الماكسيموم، غدير 40 غرام ديال الكربوهيدرات 40 غرام ديال البروتينات في كل وجبه، غادي يكون من الاحسن بحيث ان كل ساعتين غادي تدخل وجبه ديالك. وبالنسبه للتمرين كيفاش غادي تريني في لونطريمون؟ قلت لكم ما غاديش تريني قبل المغرب. علاش؟ حيت الا تريني قبل المغرب غادي تطيح في واحد المرحله نتاع الكاتابوليزم، اولا باللغه العربيه اللي كتسمى بالهدم العضلي. هذه المرحله ديال الهدم العضلي كيرجع الجسم كيكون ما عندوش الطاقه، ما عندوش اي بي، ما عندوش انرجي، خاصو باش يجبد لك الاي بي كيمشي لي ميسكل كيداك، غادي داك لي ميسكل كيجبد منهم الاي بي باش يقدر انت يعطيك الطاقه ويخليك تلعب. يعني انت في هذه اللحظه غادي تصدق كتاكل من لي ميسكل ديالك، الوغ راه ما صالحكش. يعني لونطريمون كتكون من بعد المغرب. وبالنسبه كيفاش التدريب في رمضان من بعد المغرب، يعني غنحاول احسن حاجه اللي كنستعملها انا وكيستعملوها بزاف ديال الناس هي انك غادي تريني بواحد الاوزان عاليه ولكن لي ريبيتيسيون قليله. يعني قبل المكملات اللي غادي يساعدوك في هذا رمضان، يعني هو بروتين كازيين اللي غادي تدخل تضربو في الفجر ديالك اللي كيبقى في الجسم ديالك 8 السوايع، والجلوتامين اللي كيساعد على ان الماء ديالك باش ما تهلكش وكيساعد على الاستشفاء العضلي. صافي واحد الدقيقه كيساعد لا فيديو ديالنا، جيسبيغ يكون عجبكم هذا الفيديو، وتمشيو جيسبيغ تمشيو عندي الانستغرام يضع لكم هنا ولا هنا، وديروا لي ماشي فورو وراه غادي نردها لكم باش تما نهضر معاكم كاملين، حيت تما كنقترحوا لي سيوجي اللي غادي نديروهم في يوتيوب. وجيسبيغ تبارطاجي هذا الفيديو مع شي عشير ديالك سواء قلت لهم طريم ولا صاحبك ولا صاحبتك، حيت حتى هو غادي يقدر يفيدو. صافي نتلاقاو في شي فيديو واحد اخر. بيس.